في المدينة بحر من موج أزرق ذكرت رامون دياز أن الإخفاق خط أحمر ولو حضر في الحراسة. ومن على المدرجات عز الدين دوخة. قبل أن تنقضي الدقيقة العاشرة حضرت صافرة تركي الخضير، سقط محمد جحفلي ضربة جزاء للهلال. القصة بكل بساطة، عمر خربين منذ منتصف أغسطس في الدوري لم يسجل في المدينة، تصالح رغم وجود الدوخة تصالح مع الشباك. فيما تبقى من عمر الشوط الأول لا حضر لاعبو أحد بما تميزوا في صناعة الفوز بلغة المرتدات، ولا اختبر الدوخة باجتهاد هلالي جدي طمعا في الأول بثاني الأهداف. بدا واضحا أن دياز أبدى ملاحظاته ما بين الشوطين، فانعكست مبكرا من عمر الشوط الثاني أن ركز اللاعبون على دقة المناولات، والأهم أن تكون اللمسة الأخيرة بنجاح حاضرة، فهز سالم الدوسري الشباك وتضاعف رصيد الهلال من الأهداف. أول اختبار حقيقي نجح فيه الدوخة بامتياز عندما حرم نواف العابد من تسجيل ثالث الأهداف ولو حضر الانفراد. أول تهديد حقيقي على مرمى الهلال في كل المباراة حضر أخيرا باجتهاد محمد محسن، فتكفل القائم بالرد وكأن القائم مدافع خامس في صفوف الهلال. أول فرصة من كرة متحركة لخربين توفرت، فعرف الجميع أنه ما زال بحاجة لمزيد من الوقت لاستعادة حساسيته في التفاعل مع الفرص لتكون داخل المرمى للهلال تكون أهداف. أول مرة كان عبد الله المعيوف مادة دسمة لاجتهاد المخرج جاءت قبل نهاية المباراة عندما سدد محمد عطية، فحضر المعيوف بلمسة الإبعاد. أول فرصة للبديل ريفاس لم تتأخرها عجبا أي عجب، سفير فنزويلا أفلح في عدم إضاعتها وهو لوحده في غضون دقيقتين كما سنتابع، نجح في مضاعفة رصيده وسجل للهلال رابع الأهداف. أفسد محمد محسن أحد فرحة الهلال عندما خطف هدفا، ترك دياز المدرب واقفا حائرا للمشهد مشاهدا بلا تفسير أو تعليق. فاز الهلال وتصدر مؤقتا، لكن اللقطة التي خطفت كل عناوين اللقاء كيف جدلا استفز ياسر الشهراني مدربه وكأنه يدعوه لدخول المستطيل إحياء لذكرى أيامه الخوالي مع منتخب الأرجنتين لاعبا. يا دياز يقول له أوه الشهراني، يقول له ظهري الشهراني ويعطي الأمور أوكي. حيدر الوتار صدى الملاعب.